شنو المخطط للموسم المقبل؟ والله احنا طوينا هاي الصفحه، يعني صفحه البقاء الحمد لله والشكر، بعد ان ضمننا يمكن صار لنا يومين. بدينا الان عندنا بعض الخيارات من اللاعبين المحليين، وبدنا نشوف بصراحه نشوف لاعبين ايضا محترفين. اكو فيديوهات واكو يعني اكو يعني خيارات، انه مثلا بكل مركز نختار اكثر من لاعب، اذا ما اجى هذا اللاعب ممكن يكون بديل هذا اللاعب. هاي الامور اكيد يعني، واحنا في الشبابيه ايضا اكيد احنا نعتمد على التوليفه الشبابيه، لكن اكو مراكز اساسيه، مراكز يجب ان يكون بها يعني لاعبين خبره، لانه احنا بصراحه في خلال الفتره الماضيه كنا نعاني، يعني خلال السنتين الثلاثه الماضيه بالمرحله الاولى نعاني، لانه فريق شاب ملاعب اكثر لاعبيه ملاعبين دوري النخبه، لكن كل ما يمر بقطار الدوري تشوف بالمرحله الثانيه فريق الكرخ يتحسن، وهذا يعني شيء دليل على كلامي هو الموسمين الاخيرين. الفريق الكرخ كان بالمرحله الثانيه هو الحصان الاسود للبطوله.